طلعت معايا في هذه اللحظات ايضا اللاعبه سلمى لاعبه نادي سبورتنج. سلمى يعني برحب بيكي في البدايه، والنهارده يمكن المباراه ما كانتش قويه قوي، لكن قدرتوا ان انتوا تفوزوا وتعوضوا الهزيمه الكبيره امام النادي الاهلي. احنا النهارده كنا مقررين احنا ندخل جامد ان شاء الله، وامبارح برده كان في اجواء الافتتاح وبالنسبه لنا هي اول مشاركه برده دوليه، فاحنا يعني الحمد لله راضيين عن مشاركه امبارح، والنهارده هو عوضنا بمداخله قويه. طموحكم في البطوله واصل لحد فين، خصوصا ان هي زي ما انت بتقولي اول مشاركه ليكوا، هزيمه بالامس امام النادي الاهلي 3-0، فوز النهارده 3-0 على الفريق السوداني، الطموح بالنسبه لكم واصل لحد فين؟ احنا يعني مشاركتنا طموحنا ان شاء الله ان احنا نوصل ان احنا ناخد ميداليه ان شاء الله في البطوله دي باذن الله. يعني تعليمات كابتن محمد صلاح ليكوا دايما ايه، خصوصا ان انتم ممكن ما يكونش عندكم خبرات كبيره في المشاركه في البطولات الدوليه، لكن قولي لي ايه ابرز الكلمات اللي كان بيقولها لكم دايما؟ كابتن محمد دايما يعني بيركز ان احنا نبقى عندنا روح الجماعيه، ان احنا دايما نشيل بعض، ودي اهم الحاجات اللي بتميز اي فرقه عن الثانيه، وخصوصا فرقتنا دي من الحاجات اللي هي بتميزنا، يعني روحنا الجماعيه مع بعض، غير طبعا بقى الحاجات اللي هي التكنيكالز بتبقى جوه الملعب اللي بيوجهنا حسب الفرقه، هنا محتاجين نعمل ايه وهنا محتاجين ايه، وده بيختلف من فرقه للثانيه. توفيق يا سلمى. ميرسي. ايضا معايا الان سندس، طبعا احد لاعبات فريق سبورتنج، اتفضلي سندس، برحب بيكي في البدايه. مباراه النهارده ليكوا قويه، قدرتوا ان انتوا تحسموها بدري بدري من خلال الفوز بنتيجه 3-0، المباراه انطباعاتك عنها ايه النهارده؟ لا واحنا الحمد لله كنا داخلين يعني مشدين حيلنا جامد، بنلعب المفروض على الماتش ده، المفروض ده اللي كنا ضامنينه يعني، وان شاء الله باذن الله الماتش ده جاي هي يعني اللي فيها بقى الماتش في الملعب باذن الله ان شاء الله. يعني الاهداف بالنسبه لكم من المشاركه في البطوله دي، يعني انتوا ما بينكم بعض كنتوا بتتكلموا قبل البطوله خصوصا ان هي اول مشاركه ليكم، ايه الاهداف اللي انتوا كنتوا مركزين عليها، بخلاف طبعا اكيد كان نفسكم ان انتوا تاخدوا البطوله ولسه بتنافسوا عليها، لكن الاهداف الرئيسيه بالنسبه لكم كانت ايه؟ بصوا احنا المفروض الهدف الاساسي ان احنا ميداليه، بس طبعا يعني طول ما الماتش في الملعب ممكن تبقى بقى تاني ان شاء الله تالت، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا خسرنا ان ماتش امبارح بتاع الجزائر وتونس 3-2، فيعني ما شاء الله الفرقتين متقاربين، يعني مفيش حد فيهم اعلى من التاني، ف بالنسبه لنا كل الماتشات اللي جايه في الملعب يعني، فربنا يكرم ان شاء الله. السنه دي بقى بشكل عام البطولات المختلفه اللي هتشاركوا فيها هتكون ايه، وايضا طموحاتكم من خلالها ايه ان شاء الله؟ احنا المفروض كنا اصلا شغالين في الدوري، الدوري العام عادي، بس طبعا وقفناه، البطوله الناس اللي مشاركه يعني في البطوله وقفوه، وشغالين طبعا في الكاس اكيد برضو بعد ما نخلص، وبس وفي سوبر، بس السوبر ده يبقى على حسب ترتيبك في الدوري، فربنا يكرم ونخش سوبر باذن الله ان شاء الله. شايفه بصراحه كده مين اقرب ياخد البطوله المره دي؟ الاهلي طبعا، الاهلي، الاهلي طبعا باذن الله. طبعا هو يعني فرحه بالنسبه لنا ان حد من مصر يعني هو اللي ياخد طبعا البطوله، وهو الاهلي بطل البطوله دي عامه سابقا، ويعني ان شاء الله ياخدها السنه دي، واحنا يشرفنا بس ان مصر يبقى هي يعني يا رب تاخد ميداليتين ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله. ميرسي، شكرا. ده طبعا او دي كانت لقاءاتنا عقب انتهاء مباراه سبورتنج وفريق شباب 20 صحافه السوداني، مباراه انتهت بفوز فريق سبورتنج نتيجه 3-0. لكن خلينا كابتن هيثم سريعا اقول لك الاجواء قبل انطلاق او قبل حوالي نصف ساعه من انطلاق مباراه الاهلي والصفاقسي، وهي اللي هتكون مباراه مهمه جدا ومصيريه وقويه جدا ما بين الفرقتين من الناحيه الفنيه. طبعا في هذه اللحظات لاعبات النادي الاهلي بيقوموا بعمليات الاحماء قبل انطلاق هذه المباراه، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بالامس على فريق سبورتنج نتيجه 3-0، عندهم هدف كبير كمان ان هم يقدروا يفوزوا